كيف يا جنة ويتهندق من مساعة؟ سلام عليكم. منو؟ كلام عن منو؟ روحي أتكلم مينون، أنا أتكلم روحي. أنا أتكلم روحي؟ متى؟ يا جنة تليفون، أتكلم تليفون. هي عيشو؟ سويت المسكول أنت؟ هي والله. إيه خلصيها وين سويتها؟ كم مرة مسوي المسكول؟ واحد اثنين. واحد واثنين. اثنين لواحد. اثنين. يا شايط اليوم أنت. وين الحبة؟ الحبة وين؟ السلام عليكم. وحبني من الكبار. هاي من الكبار؟ لا حبة دمامية. يا سلام حبة هل الدمام غير. أنا أقول إن هذا لا بدي أخبره إيش نعان تعال منو أنت خبر نعان هاي تعالك لا نعان تعال هاي وأشوف حبيبي تصنيع هاي مبزهبات ياخذ وقت لسبن ياخذ وقت وايد تصنيع شهر يبانها على الأقل مسوي لك ألوان يلد الكلب ويلد الحية ويلد الحنيش ويلد الضبع ويلد العفريت ويلد اللغاي ويلد النمام ويلد اللي هدر الوادم واللي يسبهم هاي كلهم أبوي بيقطعون يلودهم بخلاف وقت الحشر بيجسمونهم على الكلاب ضالة على كلام اصبر انزي اصبر ما خسرنا اشوفك كيف الحال؟ تمام شو اخبار الدمام هناك؟ اكل زين الحمد لله زين حر عندهم ولا بارد؟ حر لا يقولون برد يقولون برانيس ماني شو ماشي مدش ماشي برانيس؟ حر؟ اي يعني انت الحين شو هني حر اليوم بضبي ولا ماشي حر؟ سيب شو تسوي صار؟ هاي بلاده ايه الله كريم جيرلز هاو ار يو؟ تعال يا تعال انت تعال السلام عليكم. سامعني انا ما اشوف انت كيف سعودي. صلاح حرام حرام سلم مسكينه. عيب صلاح. اليوم جمعه. صلاح اليوم جمعه. يكون واحد لكم والله. تعال سلم عليها. السلام عليكم. كيف حالك انت تمام؟ عايز انا تمام. شنو الخبر؟ رشيد مهنون. رشيد؟ انا خالد ولي رشيد. ليش بلا؟ منو؟ انا. تمت الصيحة؟ ليش؟ متواجعين مع رشيد؟ ما أعرف ما أعرف هذا ولي هي أنت دار الحين في صفها ضد رشيد رشيد فاتن عليها تسويها قرقر دواركا كلش لندن سي هلو فور يو إيفري بدي والله أول ذا أور بيبل أور بيبل فروم سعودي فروم كويت from Bahrain from every all country they say Kuwait they said hello but especially lady they call me last night yes. they said hello special for Dwarka happy sit happy and thank you very much and there is very special news for you yeah I'm waiting والله والله very very special news you remember there's a gift for you from yes. London last year yes they said they forget this year ان شاء الله this year they will send it والله hey والله but I don't know how much but I don't know but no I don't think it will be less than last year so hey. even it's one but, dinner Okay, but don't forget your the other housemaid. Last night. Inshallah, everybody I don't give. الأم حصلت دهان سير. أي أنا. 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 حبك؟ لا هني. هذا حبك. أنت بحبين أنا حبي. أنا هني. وين حبك؟ عسل ما يدري. متي دواك شيلي حبة مالك كاملة ما تخلي ولا حبة إن شاء الله إن شاء الله أنا سيل كراسي سوري عليك أخ عليك صلاح يا ويلك تلحق النار تخليها تحبك خلاص سيلي حبة شيلي حبة خلاص آخر مرة دواركا إن شاء الله نسيت أنا أخبركم هالعام الله يحفظكم
مندوبات لها دبغت بيزات من لندن وفرحت فرح. What did you done with the money? Oh last my year? God, sir. You done, you sent how many percent? Even now, I think it's in the bank. When? I want to buy something in garden, to have a good house and to have a big garden. Inshallah. Yeah. From this gift, it will be inshallah everything. Inshallah, sir, we'll be very happy. Hey, wallah. Okay, thank you. Tarb Allah, tawya min haz. Haz, I'd give the other housemaid. Inshallah, inshallah. هي صلوحة صلاح يلا أقولكم هي العام يوم أنا جاي اندبوا وياي دبغة والله مبلغ وغدرة وفرحة فقيرة وبنات ما تشوف سو ما حنسيت والله أسألها شو بسوي منو مايلين مينون حرام عليك حليل ها وين السلام عليكم عليكم السلام وين أنت موجود والله خلاص كل الترتيب إيه نعم خلينا نزيد غرور حبار كله تمام كل شيء ريدي كله ريدي ما شاء الله زين زين تعال شو مستوي في زعلان دوارك سو قرقر لا صلاح يقول لا لا How are you السلام عليكم صباح الخير شكرا يا راشد ان شاء الله تبارك الرحمن ها مال اليوم ان شاء الله شو حبيبي انا اسد بيت فلاح هناك بتصلون في البيت في الفلاح؟ ما عسلته. إيه. أسدي بيصلي هني حبيبي. لا 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 ما بلا يعني أنت ليه تبقى قصدك؟ قصة بقى شو ما شيء مشكلة ما شيء مشكلة ما شيء مشكلة. جاي أبغى أسيد إن شاء الله بتشرب شاي بسير؟ إيه. إن شاء الله حبيبي ما شيء مشكلة. تبون في فاي صلاح؟ في فاي؟ شيء بس شيء بس. شيء عندكم؟ فول. إن شاء الله حبيبي إن شاء الله ما شيء مشكلة. شو سرت وين سرت سرت السوق هناك في السعودية ولا دمام؟ لا بس بيت ما ودوك سوق عيال ناصر. ناصر ودوك سوق عيال ناصر؟ ناصر سوق الجمعة سوق الحمام. لا لا أول الحمام ما سرت سوق الحمام؟ ما الواحد يدا حمام. إن شاء الله حبيبي. حمام وين الحمام؟ حمام ما حد تأكله. لا لا إلا حمام حمام. شو تباه؟ بيت. حق البيت عصور مثل اللي عندي انا هلا هلا متو حدوه ان شاء الله باخذ لك متو وين باخذ الحين باخذ صبر علي ما بزعل ان شاء الله يلا ما بزعل صبر صلاح صلاح اقول لك نعمين نعمين ود سرت شارع الحب ما احب شارع الحب اللي في الدمام دمام هي لا ما ودوك لا اول لا اول اول ساير له هي كلت سترول سترول لا شو عيال سوين بس لا سرت شارع الحب لكلت سترول لكلت حب حب ولا ما سرت سوق لشوت ما سرت دارين لا سرت عنج لا وين سرت في السعودية بس أكل ورقاد ايه ما سرت سوق السمك هنا ايه أول سرت سوق القطيف نجيب ايه ما شو تبغى يوم يبيعون صلاح اللومي ايه القطيف لا 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 ها لا في سوق القيصرية كشاوة عارف كشاوة لوم الحساوي لوم الحساوي أويلك على لوم الحساوي تعال 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 وين أشوف ما تتابعني في السناب هالزمان لا بخلص الليلة بس الليلة السناب مالي عندك لو شليته لا أول ماشي طيارة شيلي طار في الطيارة أنت أنت شو جاوبت وإجازة جاوبت نحن نحن أنت انت يوم سافرت ما شغلتني؟ لا ليش؟ موجود طول الوقت في لندن يا حبيبي بحين شايف الدنيا العودة شرات ابوي الريح الطيب شرات الريح الخنين ما شي شرات الريح الخنين سبحانك يا رب وين صار صلاح؟ تعال وين بتصير حبيبي البيت عند بالقوم تروغك انت خلاص يا بابا شو خلاص صار عندك دوام عندك دوام انت بابا حبيبي انا ما شفتك كم من يوم الحين ثلاثة اسابيع ما شفتك والناس كلها متولهة عليك صلاح وين صلاح وين صلاح وين هذا صلاح يوم بي صلاح ما يبيقر شوف 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 11 اجازة اجازة جاهز بابا بيأذن ايه بابا انت تسلسل وياي هنا مسيادة لا 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 صلاح عليكم تعال هبيس تعال هبيس صلاح
نحب نصلي مسجد الهوامل. لا لا بابا وايد. ليش؟ قصير بن غناء المطوع حس وايد غاوي. حس فنان المطوع. صراحة مسجد الهوامل اللي عندنا. الله بكي. حس المطوع تحرار بابا. قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله تحروني بعد باكل سمون حس المطوع. الله يا أبوك محس يا غير بابا ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا مسجد الهوامل اللي عندنا. بيت مسجد بو ناصر. غنى شو ها شو هذا شيء بيزات لا بس عليه بس بليه بيزات فلوس ما شاء بابا فلوس ما شاء ظهر من اللي بالبوك مو البوك البوك ممزور لين عينه بيت فتق البوك ها شو بلاك هذه يلا كل هذا بصب لي الحين انت امين على بيني امين 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 ها بتصب قطره خاري نصب ترى صب شرات المغاربه ارفع القوري فوق بعد 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 ركز 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 فوق ارفع الغوري يا الله صلاح شكرا 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 يا صلاح لا صلاح شو المشكلة شو المشكلة حبيبي بنتي سروا وعلي جلال وريني مغتاني أنا روسة وصوينتي سعودية بتصير وياك الدمام حبيبي خافوا شو أنا روسة ليش صلاح صلاح شو المشكلة يعني خلاص مرة ثانية يوم بي لا يوم بيبرد البراد عندهم حيا ده حيا كاننا من الحيين يقولش ما بالحيين الله كريم الله كريم أليم أنا قريب أسد وصل ها وين السلام عليكم عليكم السلام رأي السعودية كيف حالك والله الحمد لله شو أخبار زين والله مية مية الحمد لله شو أخبار أرباب معاك ناس أرباب ملانا في فرحان ليه إيدنا حبيبي زين كيف فرحان دعوار سوى ماما أحمد إيه تمشيتوا صراحة ويا أحمد بس هني بس أحمد خالد ودي هني هني واحد يوم أحمد ودي وين كوفي هني وين كوفي وين كوفي ما سيس كوفي هناك روحالات هني تروح سوا سوا كوفي ما سرق إيه بابا بالبين بالبين لا 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 بالبين كوفي شو المشكلة بالبين إيه بابين في كوفي هنا إيه بس لا ترمس عن الباجي ما يبقى حد يدري ايه ما بزين اسد نعم منو شال سنابي عن صلاح مكنسل سناب مالي صلاح ملغاي السناب مالي من عنده منو كنسله ما صلاح ممكن في مره يضرب ممكن يسوي كنسل يقولون 10 ايام 15 يوم ما شافني في لندن ما شفت ولا شيء هناك بابا بابا يا بديه مشكلة المكان اللي انتم فيه ضعيف بديه اشتراكات حالهم من حالنا السعودية مكان فيه تدفع اشتراك قوي حصلت نت قوي شيء بلاش ما شيء بس والله انا بعد احمد دات السيم انا سي داتا بس ما اشتغل مزبوط انت ما تعرف ولا كل شيء زين ليش؟ لانك انت ما استعملت سيم كارت مال السعودية حطيت سيم كارت لكن ما سويت اشتراك ما يسوي اشتراك ما يشتغل لك كيف يشتغل حتى صلاح انت ما اخذته له كرت ليش ما اخذت كرت صلاح صلاح بول ما يريد شو خمسة خش صلاح بول بعدين تروح ابو ظبي هناك خسلات ايه خسلات صلاح ابوي يبقى خسلات ايه يلا بسيرون ايه خلص يا بابا الله مع السلامة الله يحفظك صلاح بات بتيدنا العصر زين بكرة زين بكرة السبت صبح زين بسير تحرس بيته بدري بدري ما حد شوف زين شوفوا تعالنا شكرا حبيبي أقولكم أول شيء مساكم الله بالخير ثانيا الكذب خيبة أني يعني مصلي أنا خاري ما صليت داخل في المسيد هالمسيد اللي أخبركم عنه مسيد قبل غنام جامع المهم ما بهذا الموضوع صليت خاري داخل ما شاء الله المسيد ممزور لين عينه
ان نزلت حبة عرق مني، قطرة عرق، نفة عرق، ذرة عرق، ما ريحة العرق ما عرق جنبي. لحقت على الخطبة من اولها لين اخرها. انزين المراد فهمه ان حر شرات الحر اللي قبل شهر ونص شهرين هذا مش موجود، يا غير بعد حر يعني ما ينيلس خاري، ما ترم تيلس تقول والله بيلس في الرايح ولا في الليوان ولا تحت ظلة شيارة ولا كذب كذب كذب. هالرمس بيقولوا تعالوا من دونها، وهالشي بيستوي ظني عقب شهرين، لا تستعيدون. آخر تحذير. نعم هذا الكلام موجه أبوي للي خارج الدولة، للي حين يتبردون ومبسوطين ولا يقهرون الحر الزيادة. فالحر الزيادة أبوي كان وما زال وموجود، بعده بعده يوم بتحيدون إني شليت الطرابيل، هاي بتبشل الطرابيل أنا في آخر شهر عشرة، هاي الساعة عرفوا إن الدنيا أبوي بردت، والشيار بيروم يقهر الحرورة، ولا وادم أبوي تروم تقهر الحرورة. هاك الوقت حتى لين 11 على فكرة، يعني بعمر بحياة جونا ما استوى أقل عن 25 و23 عن صاف الليالي، حتى في جهنم تخف الضوء في الليل. يستغفر الله بعلم، والله ما يندرى في الليل، أكيد أن تخف الحرورة. هنا المراد أمورنا وايدة، وأحب أخبركم على البرنامج مال اليوم، وين بنسير، وين بني، شو العلوم، شو الأخبار اليوم إن شاء الله إذا الله جعلنا بالحيين، شي أخبار، شي علوم، شي أبوي سيرة لفندق الفيرمنت باب البحر، شي سيرة جميلة إن شاء الله تكون، شي فعالية جميلة وإيفنت مميز عن جزيرة مريم للي ما لحق عليها كل يوم. مش أحب أتريا بي الخبير، بنخبركم عن الأمور بكل دقة إن شاء الله. يقولون عن صلاة الجمعة ما غير صلاة الجمعة، الصلاوات أبوي اللي يصلي الجمعة في بلاده يروم، وفي بلاد الغرب يروم، بريطانيا كلها مساجد، وأكبر مساجد في الدنيا العود موجودات أبوي في أوروبا، كلها أوروبا مساجد. للي بيصلي لا يتعلث يقول أنا على سفر، لا أبوي المساجد مازرة الدنيا، الجوامع طال عمر من خدمهن ومن عدلهن ومن أقامهن، الجمعية الخيرية من دولة الإمارات وغير دولة الإمارات. هي نعم المملكة السعودية، المملكة العربية السعودية ما بمقصرة في شتى بقاع الدنيا، والمحسنين ما بمقصرين، والهلال الأحمر ما شاء الله مادين يدلعون لجميع الجوامع، وإقامة المساجد وإقامة كل شيء فيه خيري مسوتنا الهلال الأحمر من عشرات السنين. فلذلك تلقط الجوامع في كل بلد تسير لها بمصلينها بحفيظة القرآن، مكاتب الغاد دروس، كل أبوي موجود من استوى الدنيا. فاللي يصير لا يتعلث يقول والله ما شيء مكان ونتعايا وين، ما شيء يبالي. مثل ما تسأل الكونسيرت تحت الريسبشن وين المطعم الفلاني، أو وين البقعة الفلانية، أو وين المتحف الفلاني، أترم تسأل وين المسيد الفلاني، وين الجامع الفلاني، بيعطونك جوجل بيدليك كل شيء. جوجل حلوم أم العلوم، سمعتوها حلوم العلوم، هي جوجل خدت نبليس والداوي ما تخلي بقعة ما تدله، تدل الدنيا كلها جوجل. لذلك أبوي إلا يغلب شيء اكتب أنت، قول لفظا أريد أسير المسيد الفلاني، والله يوديك برسم الخدمة، برسم الخدمة غمض برج ولنك هناك، بيقول لك كم خطوة، كم مشي وبسير، كم بتاخذ من الوقت بالسيارة، شو بتلقط وانت ساير في الطريق، بتلقط مطعم، بتلقط كوف، بتلقط كنيسة، بتلقط كل هذا بينعتك عليه. كم هي البطة؟ Come here. How are you? I'm a Baba. I'm thinking. Why you do like this? Baba? Who do? Dwarka. Arbala Dwarka. غير أبوي Dwarka غيران منك. Dwarka, she is غيران شو يعني بالإنجليزي. It's not a style. This is horrible. اللي ما فيه شعر. Without hair they do like this. الأول يسوون هالنمونة اللي ما فيه الشعر، يحلجون سراريح وسراريح مال الشيل، ويوسرون لقيصات عندهم على الكبير والقطاقط، عتشفوا وياهن سراريح وسووهن، وتازم الوحدة يوم تشوفينها بدن الشونق مصير يومين، وريحة العنبر والمحلب والشيدة تعطط مصير يومين، وهن كلهن بوي سراريح سراريح سراريح. هاللي تشوفون هالقيصات هايل لعها الطويل، وهاي في الوقت اللي خطف
متى تبتدي البنية يعقصونها يعقصونها ويلف راسها زي ما زين؟ من تتعدى العشر سنين ابتدن لمهاتي عقصن بناتن، يسوون لهن عشف، يسوون العقوص الزلي، يسوون الشونقي، يسوون العقصات الاثنين مخالفات، يسمونهن زلي، يسوون وايد التسريحات الأول عدة مسميات وناهيك عن العقص الواحد. فالبنية متى يبتدون يعقصونها؟ من فوق العشر سنين استعدادا للزواج. جيل الأول البنية التملين سن 15 و16، من البنية توصل العشر ابتدت الحريم تخالف عليها، واللي يطالعون لها بتريح هل يشوفونها الحين هالعقصات هل ذكرنيها في الموضوع. سن البنية الشاب المعرس كم يكون عمره؟ بين 17 و16 و15 و18، هذا سن الزواج. ينطح الحصى، ينطح الحصى، هو العفاريت فيه يكد، لأنه عنده دخل، دخل من وراء البحر أو من وراء الصخام أو من وراء الملح، يكدون الملح، يكدون الحصى، يكدون البحر، يكدون التحطيب، يصخمون، لو كلها تشتغل ما حد يالس، ما حد يالس. هالراحة اللي انتم تشوفونها طايحت بها الشباب الحين، الأول ما حد مرتاح، يكد ويشتغل، يركض ليل بنهار، كان في بر ولا في بحر ما شي راحة. حسب شي تلقطونه الواحد تحرار رمح، رمحي قدي سلق بطن لاصق فظهره، جليل تلقطونه اللي فيه ثروب وشحوم والحوم. الأول وقت اللي اختافت تسحيها أمها، لكن أسعد أوقات، أسعد أوقات الأم يوم يذكرون المعقصة، هذا أسعد أوقات الأم. مثل الحين يوم الأم تشوف بنتها على الكوش وفي الفستان والعقد والتاج والدنيا والأمور هاي كلها، أسعد أوقات الأم سابقا يوم تشوف بنتها صبع اليوم اللي بتيها المعقصة. باللغة العربية الفصحى يسمونها الماشطة، الماشطة، لكن باللهجة الإماراتية يسمونها المعقصة. من تي المعقصة ويعقص رأس البنية، عرفوا أن البنية هاي ذاهبة، تمت عادة تشوفها الحريم. رأسي غادي عادي، الحين بحط لكم صورة ترويكم كي شو هي العجفة. التعجيف أو التعقيص هذا يوجد أبوي عند هل الساحل وهل البر، هل الصحراء وهل البر وهل اليبل وهل السهل، هذا كله منتشر في جميع أنحاء الدولة. وفي ناس كانا وما زالا حتى بنات يتعجفن بعضهم مع بعض، يوم البنية تبى ترضي أمها ولا تبى ترح يدتها ولا يعني شيء من هالقبيل يسبون، لكن يازم شيء اجتماعي بعضهم مع بعض كتراثي ما يتصور ولا يظهر، لكن ما زينه على البنت حديثة النمو، بنت العشرين، بنت الـ18، يوم هاك اليدايل اللي صاكات لين تحت الفجرة ويخدم بها، يسوون شونقي ولا يسوون عجفة ولا يسوون عقيصات غاوية، ما زينه قدي منظرهن، ما زينه، ما زينه. بخبركم عاد شو اللي نحط في الشونقي، شو مكوناته اللي منهن فيها الهراس غليظ، هذا ما حطوا لهن، ما وسروه، ما حطوا لهن شيء إضافات، اللي الهراس غليظ ما حطوا لها شيء، واللي راس رفيع مخاقة يسمونه الأول حطوا يا سراريح، شيل وسمه، هدوب، خيوط، يعني شيلة قديمة طرروها سووها سراريح. السريحة اللي هي عبارة عن شيلة قديمة مستمسرة قطعوها خلوها هدوبة طويلة وواصلوها ويا الشعر، فيتازم الشعر، يازم الشعر مثل ما شفتوا الصورة اللي أرويتكم إياها قبل شوية، يازم بهالطريقة، فيدبغون الشعر بمواد عطرية منها الياس، المحلب، الريحان، المسج بالواعي، مثلا عندك الأول اللي يستعملون مسج الطيارة، المسج الأبيض، هذا أفخر مسج ورخيص ترى، 16 درهم قويطي هالكبير،
يخلط بالفدور وبنت السودان يروحوا بالفراش أمور وايدة. هاي من الأشياء الجميلة. ويحطوا للزعفران فتازم الحرمة ريحته يوم بتوي عليها ريحته تضرب في 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 قمة خشمك وتضرب في قمة راسك تازم تضربك شرارات الصفرة من قوة الريح العطري الرياح والشمطري والريحة الشيء الفنان. تروح مسير يومين الحرمة خطف مسير يومين تروح ريحة الأول ويوم بتجبل البيت تلقط ريحة البيت ولأنها كلها تعطعط الحين ريحة الاستشوار مسوي صهوار ريحة الاستشوار مسوي صهوار. إيه والله ما في شيء خلاني أتطرق إلى هالموضوع. هذا اليوم موضوع نسائي وبكرة بنرب مسكم مع موضوع رجالي واللي عقبه موضوع مال يهال وخلاف عن موضوع بر وموضوع بحر والدنيا بترجع. من أشهر المعقصات المعقصات اللي نضرب بهن الوصوف في أبوظبي حياة شاملة بالتحمد. حياة شاملة بالتحمد من أشهر المعقصات الأول في أبوظبي شاملة بالتحمد. أخوها حياة سعيد بن أحمد أخوها حياة راشد بن أحمد وربيع بن أحمد وراشد بن أحمد ها كلهم من طائفة بن خدية. لكن أهم وحدة في اللي معروفة هي حياة شاملة بنت أحمد كمعقصة في أبوظبي. نرد حين نخبركم عن العين وعن البريمي وصعرة منو المعقصات. في العين حياة النيرة وعندكم حياة مطروه مطرة يعني هالجنة مطرة روحي لحقت أنا عليها شفت شوف العين وشاملة بالتحد لحقت عليها هتوهن ترميتات ما بين زمان مطرة خادمة حياة الشيخة بنت الشيخ خالد بن سلطان يعني هالجنة خادمة تشوف مطروه هاي توها متوفية ما لها حتى 4 أو 5 سنين سافر عند القصر قصر الشيخ عند القصر الشيخ مهربة خالد في الطرف من الشعبية هاي مطرة. في البريمي حياة بيت بحر يسمونها النيرة بعد توفى هاي كلهن أبوي توفى. وفي سعرة بعد شيء عقيصة هل سعرة ما يقولون عقيصة يسمونها ماشطة هل الساحل حد يسمي ماشطة حد يسمي عقيصة أو معجفة. اللي معجفة في سعرة اسمها عفرة عفرة الحلاحة عفرة الحلاحة هاي بعد من العقيصات الأول. وليلة بنت عبدين هاي بعد من عقيصات سعرة عقيصات سعرة مش مجبورات يعقصن بس سعرة يصير اللي هيلي يصير يعقصن في المواجعي في زاخر على حسب الطلب مثل الحين الصالون دقوا للصالون الفلاني طرش أبوي الكوفير بتسوي لهن بديكير ومانيكير وسبراق علي أجوب بالوي سكراب وما أدري شو كل هالأشياء أتي الكوفير وتكوفير في بيوت الأول أبوي ترى العقيصات والماشطات والعتشيفات. يلا بس عاد عليكم. هذا الله يحفظكم مشروع جزيرة مريم اللي تونا حطينا لكم الدعوة وحطينا لكم التوقيت ماله. مشروع جزيرة مريم تسرنا وسوينا له تغطية الله يحفظكم في دبي والشارجة. الوحدات اللي أعلننا عنها هاك الأيام وقفن. حاليا في وحدات جديدة في نفس الجزيرة وقربوا مركز المبيعات إلى مدينة الخير مدينة الراحة مدينة العز والجمال مدينتنا الغالية إمارة أبو ظبي عاصمة الخير والرخاء. معرض في فندق فيرمونت باب البحر. المعرض بيكون الله يحفظكم في قاعة بنياس في فندق فيرمونت باب البحر بين الجسرين في أبو ظبي. نعم باب البحر. المعرض بيكون فاتح أبوابه من اليوم الجمعة لين يوم الأحد 3 أيام من الساعة 10 الصبح لين 7 المساء يوميا. وأنا إن شاء الله اليوم بكون متواجد من الساعة 5 لين الساعة 7 إذا الله جعلنا من الحيين. فمكان مميز وحدات مميزة أسعار مميزة تسهيلات في الدفع الفرجة بلاش لا دمي مو لازم تسير يكون عندك الكوك وملايين تسير تلقي نظرة طالع ما بعيب ولا بمنقود ولا بغلط
الواحد بدل ما يصير شيء يقول لها بسر بتشوف رجال الأعمال المستثمرين، بتشوف الناس المشترى والبيع كيف تعقد الصفقات. لازم يصير ياخذ فكرة على الأقل تتفرج تمتع ناظريك تشوف رجال الأعمال كيف يعقدون الصفقات، كيف يستوي البيع، كيف يستوي الإعلان، كيف يستوي التسويق، كيف الناس تبيع وتشتري. بتشوف الناس والناس بتشوفك. ما بلازم الياسة في البيوت، ما بلازم كوفي، ما بلازم مول، ما بلازم أبوي تعرعر شرق وغرب، لا كل شيء ولا شيء. وقت الكشتة كشتة، وقت السير السير، وقت الياي والدنيا مطرجة. وإلى اللقاء معاكم بفندق باب البحر، الفيرمنت باب البحر، الساعة 5:30 اليوم إن شاء الله. وإلى اللقاء. والله يا أبوك مظهرولي لك 600 مسج. كيف تقول مساعة إن الحرمة اللي تظهر متروحة وما أدش قايل، واللي يتعطرن ويتدخنه أو يحط الياس والمحلب، وهاي الأول هذا أبوي بحكم ما أدري شو في الشرع. أبوي أنا ما قلت يظهر، قلت يتروحن يحطن الياس والمحلب، يدقوا يتروحن بالعطر بالزباد والشمطري والزعفران ويتعدلن ويزينن. هذا اللي قلت، ما قلت أبوي عرعر، ما قلت يصير المولات. قلت الأول هالنمون وقت اللي يسوون شونقي ويحطن اللي يتعقصن عقوص الزلي وعقوص المخالفات وعقص الصوت وعقص اللي يتعجفن، ها كل أبوي رمست هنا. لكن ما قلت يصير عرعر، ما قلت يصير المولات. قلت فقري للسين ويتروحن يتعدلن. هذا يسأل كل الأولي وحين تغير إلى استشوار وغير استشوار، يعني هذا الأمر اللي قلت ترد. كيف انت تقول الحين هذا؟ انت ما تعرف شو الذنب هذا؟ ابوي يدري بالذنب، درسين انا من يوم انا في صف ثاني ابتدائي كلني عارف الذنب. وليه حاسب رب العالمين؟ ليه حاسب الله سبحانه وتعالى عن ارتكاب الذنوب؟ انت عليك ابوي تنصح توجه الكلمة الزينة. كيف تقول الحين انت ان يعني تروحن وتعطر، هي تروحن تعطرن حتى تهزم الوحدة ريحة، ريحة سهيجة، ريحة دويب، ريحة تحريونية منفوضة ما مفيجين عنها العيش. ريحة الحرمة، ريحة العرمة، الحرمة مبونها تغدي خنينة، وريحة من أخير أنواع العطر. ان بغت عادة تظهر فرب العالمين حاسبها، ان بغت تجلس في بيتها وعند عيالها وعند رأب وعيالها هذا بعد زين وأحبن وكرامة، شي خصني أنا يعني يديه فتي حلجي ما روم أبويا ما يخصني في اللوادم. نحن كبشر كبني آدمين ما بنحقنا نحاسب حد، لي حاسب الله سبحانه وتعالى. أنت تعرض معروضك سلبي إيجابي زين شين، ولي حاسب الله أنا مالي ذنب، مالي خص في فلان أو في فلان إعلان ولا زيد وفلان لبست ولا ظهرت بلي شيلة ولا فلان لبس. يوم بيك لا تجرب به البيت هذا اللي انت ما بيعزلك، ولا هاي الحرمة اللي ما بيعزلك. لكن تجرمين هنها اظهرت من رحمة الله وما ادري شو بلاها، ويوم اكل ان شاء الله حتى تشلين السماوات والارض وحنا دم كل ذنوب. شو تبين هالفقيرة؟ شو يخصك في هذاك الريال لبس عقال ولا عقالة منشوس ولا برطمع عوي ولا شو يخصك فيه؟ رب العالمين كل راع مسؤول عن رعيته، وانت ابوي مسؤول عن رعيك كهل بيتك روحك. انت اللي تسويش قض البصر ما يخصك فيها، هاي متفرعة متشلحة الظهر كراعينها، لا تطالعها ما بيك اثر. انا بتزخر تحجبي وتلحفي ما يخصك، ما يخصك في اللوادم، لا يخصك في الذكر ولا انت فهمي. اللي يخصك بهل بيتك، شوفك ختك بحرمك بنيك، هاي خصك فيهم. اللي من غير حتى لو يخصك من بعيد ما تيسر، ايش بربر قدام يا ويلك عليك ابوي بالليلك. امر الله غض البصر نقطة اول السطر. وحين الى اللقاء في فندق الفيرمنت باب البحر، فندق فيرمنت باب البحر من الحين لين عقب المغرب ان شاء الله، بيكون عروضات جميلة وشي فنان وشي مميز. أبو إبراهيم هاكو يتريع عند الباب هذا ياس اللي يلا ويلا ويلا ويلا، وأنا ياس أبوي أتفنيل فنيال ورا الثاني فنيال ورا الثاني. غامضين نهاية اللي يأمرون الناس بالمعروف وينسون أنفسهم. طبعا
طالع انت الليلك اللي قربك اللي في فريجك اللي في حويك هاي خصك بي وشي خصك بوي انت في النار والله ما نصك شيء يعني شارات الكهرباء زين هذا بوي خصك فيها شي خصك انت فلان وعلان وبنت فلان وبنت علان شي خصك فيها شي خصك فيها ما يخصك فيها عليك ابوي بالليلك عليك ابوي بأهلك الخاصين بعد البعيد لا اللي قربك في بيتك روحك تبعك انت اللي رب العالمين بيحاسبك عليها ارمس عنهم وانصحهم وقولهم اللي تبا اللي خاط في شركة ما يخصك قبض النظر ما يخصك الله يحفظكم الحين هنا كم وصلت بين الجسرين وما شاء الله بين الجسرين على ما تشوفون مشاريع 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 ما شاء الله في الدولة ما وقفت وباستمرار نهضة عمرانية مستمرة غادي العاصمة تحراها تبارك الرحمن خلية نحل ها هذا المشروع اللي تشوفونه طوله ظني كيلو في كيلو كيلو في 500 متر أو كيلو في 700 متر هالمشروع حين بنبتدأ حتى 7 شهور ما كمل وعلى وتيرة 24 ساعة يشتغلون ما شيء ما شيء ما شيء باجل عن يذهب أسرع مشروع استوى في الدنيا العودة هالمشروع ما شاء الله قلت ما شاء الله هبي عفد باكر الأونر يقول لي توحيت ساماننا وتأخرنا بما أدري شو قايل شو ما شاء الله علي أبدأ غمض برج في جيلي يا رب ارحم ذهب الحين باكر بيعلنوا عن بيع الوحدات وتأجيرها ولي لي لي وكل شيء إن شاء الله أني بكون من ضمنهم على وشك أني أوصل الحين على وشك أني أوصل وإن شاء الله الحين بنوصل فندق فيرمونت باب البحر بنسوي لكم الترتيب اللي انتم تبغونه والشيء بنعطيكم المعلومه اللي تفيدكم وتفيد الناس كلها اللي من داخل الدوله واللي من خارجها اسواقنا مفتوحه واراضينا ابويه ترحب بالزوار والناس والمستثمرين من شرق الارض ومغربها نوصل داخل برامجكم عاده سامحوني على التاخير وعلى الرمز اللي ما توجه يا ابو محمد ما عليك من سوالف الحريم وخرابط الله يهنيك ويعطيك ويبارك لك في عيالك ما عليك من ان هذه لعل من غيارا وحسدا مره خلا وراك ولا يهم منك دام انت عند ربك ناجي ما عليك من ان ابوي ها ذاك ابوي ما وقفنا المبروكه وين ابوي المكان نزول سلام عليك كيف حالك كيف انت يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بالنزول ايش حالك الله يحفظك خير وعافيه الله يسلمك الطريق ما بضلاله يعني اللي بيوصل سيده فندق فيرمونت باب البحر معروف ايه؟ مكانه زين اول ما توصل تدخل بنراويكم البورتال زين نزول شو اخباركم الله يسلمك بخير وعافيه بعيد بعيد ساكنين لا لا حول حوالي زين قريب بظن ما فيها شيء بعيد الحين ما شاء الله كل حد حد الحمد لله الله يسلمك اول ما تدخل ابو محمد نعم تشوف لا تجلب الكاميرا لا ما بدي احسن لي خطفن حريق خطفن بتشوفون البورد اللي هي. هو ايفنت مال مارينا سكوير تلفون وتنزلون القاعه تحت بالضبط تصير على اليسار اي زين ثانك يو شيء مكاني للنزول شيء طبيعي اول ما تجبل تري هذا العود واللي متعايز ترى ابوي هاكو ها سلالم كهربائيه زين ابو محمد ما شاء الله عليك رياضي انت بتنزل دري انا بتريك من هاك لا العنب وانت تو الناس منيه انت ما بيدت السكن ما بيخبر بسمه بمسح الفيديو لا تقولوا ما قلت لكم يلا عد اسمك ذياب انت ذياب وانت حمد وانت ريان منو ريان ريان ما شاء الله على اسمك ما زينه اي صف انت تاسع وانت تاسع شاطري ولا عادي شاطري الحمد لله قول والله والله زين يلا مع السلامه وانت ثاني قولي والله بدخل ثاني اي حين صح يلا مع السلامة يلا سلام من شيء عرس عرس مرة مناسبة مناسبتين عندهم مناسبة عرس هذا على اليمين عاد عرس منو بعد شوي بخبركم والمعرض ابوي الابنت هذا مكاني اول ما في جد البوابة هذا الشيء وحينة جزيرة مريم اليوم المشروع نفسه أبو محمد اللي غطيته قبل شهرين تقريبا نعم اليوم موجودين في أبوظبي جزيرة مريم اللي هي موجودة في إمارة الشارجة مرة ما بوقت احنا دخلت قدامنا الله يبارك فيك نزيل في إمارة الشارجة طبعا هي المطور إيجل هيلز ومع شركة سكوير العقارية
والمعرض من متى لمتى؟ اليوم بإذن الله اليوم أول يوم مع السبت والأحد. نعم. من الساعة 10 الصبح للساعة 7 المغرب. نعم. في فيرمونت باب البحر في أبوظبي قاعة صير بن ياس. شكرا جزيلا. كل ما حبكم من قبل كل شيء بالنسبة يختص في جزيرة مريم. جزيرة مريم اللي يخلي بالنسبة لي يعني مميز، ترى على فكرة أنا أخذت في المشروع الأولي وصورت الشيء اللي أخذته، أخذت معلومة، أخذت شيء كبير، أخذت استديو لأني أنا رغبتي كانت في استديو. اليوم إن شاء الله بنرويكم أشياء جديدة، لكن الحين ما بروم نصور لأنه وايد عالم ما شاء الله موجودين، فلذلك المزون يحيى كمان نيان حريم مثلا شيء مكان لهم خاص. هي مسوين مكان خاص، غرفة خاصة. وين هاي اللي هناك؟ هاي اللي هناك. باب من برا، باب خارجي حتى نعسبت أبدا ما يدخلون، بس إحنا مراويكم من هالمكان. أيوة. الحريم هنيها ممكن يتسكر عليهم ويونهم الحريم أساسا، حتى اللي هم مدراء المبيعات. للسيلز يعني للسيلز. ما بلازم يجي رجال. لا، يونهم الحريم يتعاملون معاهم، يخلصون كل شيء، يأخذون راحتهم. نعم. حتى هنيها تشوف الطاولة يبون أكل. ما شاء الله عليها. بالله حين الرجال يلطمون أكثر عن هذا. وهذا مكان يعني لتوقيع العقود. يوقعون ويخلصون كل امورهم. وشي باب بعد خارج المنفصل. هالباب يجون من برا دايركت. يعني ما بلازم اللي بيدخل يدخل من وين، يدخل الرجال. سكر الباب وخلاص يكون شيء خاص لهم. ان شاء الله ان شاء الله. زون. يا مرحبا. شو الديتيلز المرة هاي عن جزيرة مريم؟ جزيرة مريم. ابغي كل شيء، كل كبير وصغير. للناس اللي ما شافوا التفاصيل قبل نخبرهم. نعم. جزيرة مريم هي هذه، هذه دائرة كاملة. هنيها هذه هي ممزر دبي. ممزر دبي. وهذه ممزر الشارجة. نعم. يعني هي في مكان وايد حيوي، يعتبر ما بين ممزر دبي وممزر الشارجة. نعم. مكانها هذا يعتبر مثل مجمع متكامل. نعم. لأن في الشقق السكنية، في فنادق فور ستار وفايف ستار، في هاي الممرات المائية، هني نقدر نشوف في مرسى يخوت، في مارينا، في شاطئ خاص، في كل التفاصيل، فمكان كامل حق الناس اللي حابين يسكنون أو يستثمرون، يعتبر مجمع متكامل. نعم. جزيرة مريم المطور عقاري اللي مسوينها هو إيجل هيلز. نعم. إيجل هيلز طبعا برعاية سعادة محمد العبار. ونعم من براشد والله. نعم. سعادة محمد العبار اللي هو رئيس مجلس إيجل هيلز. إيجل هيلز كل مشاريعها تطل على واجهات مائية أو واجهات بحرية، وهذا أول مشروع في إمارة الشارجة على واجهة مائية. مكان جدا مميز، قريب من دبي، قريب من الشارجة، للناس اللي حابين مثلا يون دبي، ترى دبي مول وبرج خليفة وكل هذا يبعد أقل عن ربع ساعة من جزيرة مريم. جزيرة مريم مطار دبي. شيء جسور تصل بجزيرة مريم إلى البر. في الشارجة هي. في صلة. أما دبي هنيها أمسات من جريب الـ RTA أطلقت مشروع اللي هو الفيري اللي ينقل القوارب ما بين دبي للشارجة. شرات العبرة. شرات العبرة راح يكون شيء جدا سهل إنه يطلعون من دبي للشارجة. عشان ما حد يقول زحمة ما زحمة، خلاص الحين حتى في قوارب تنقلكم. فتحوا المحطة مع القوارب في بر دبي وفي ديرة. جميل. إن شاء الله مستقبلا ممكن حتى يكون في لامير وهاي الأماكن الحيوية عسبت، خلاص الواحد ممكن إنه يخلي ممكن يخلي سيارته ويطلع بالعبرة مثل ما تقول بالفيري. فها مشروع جدا مميز من الفيري. يعني هل اسم الجديد؟ اسم القارب يعني. والله اسمه فيري. عبرة. العبرة احلى. عبرة خلاص مالك طيب من العبرة. اي والله شيء جميل. يعني وين الوحدات اللي نحن بنرص عنها؟ هنا جدا ابو محمد عشان نشوفهم ان شاء الله. هاي الوحدات السكنية اللي احنا عارضينها، هذه لا اوريدي، هاي البناية هي هاي فل خلاص، هاي اللي انا اخذت منها صح. هاي خلاص اللي حاولت تعطوني اياها وادي البحر، بس انت اخذت على التيرس على السويمينج بول داخل مكان وايد جميل. كان في خاطري ترى على فكره، اللي عنده يبي يبادلني من البر للبحر بعطيه من مكان. هي والله اللي اخذت جدل الحوض ويعطيني جدل البر، بزيده ما عندي مشكله. انزين هذا هي اللي هي اوريدي الحين، هاي بتاعت هاي. باقي شوي كم من حبه من هاي، وفي هاي وهاي، هاي الثنتين. أيوة. هذه لا راح يخلصون شهر 6 2020، عقب 10 شهور، اقل عن سنه راح تخلص. هذه شهر 12. زي خبريهم اني اعطيت بيزات انا عن سنه كامله، عايز يتحروني يطالبوني شيء. لا ما شاء الله عليه دفع. أيوة. اللهم بارك يعني. ما في تمدين علي. مع ان خطط الدفع جدا ميسره. بنرجع بعد شوي لك، خبريني الحين شو المتوفر اللي موجود فكره المشروع.
ابو محمد هاي اول بنايتين تشوف انه خلاص ما باقي الا الطابق الاخير قاعده تشطب، والبنايتين اللي عقبهم اللي شهر 12 باقي منهم طابق واحد. ايوه. وتعرف مدام ان تحت اسم محمد العبار معناته خلاص قالوا لكم راح يخلص في الوقت الفلاني باذن الله. ما في 100% انا اشهد انا اشهد ان مشاريع اي شيء تحت اسم محمد العبار وتحت اشراف ابو راشد على طول المواعيد في نفس الوقت وكل شيء، ويهتمون بأدق التفاصيل. شركة إعمار أي مشروع هنا التحرم سوين فينشنج حق أكبر كمباني. إيه شو اللي باقي والوحدات عبارة عن شو اللي باقي هني؟ وهاي البنايتين باقي استديوهات وغرفة وصالة، غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة. الاستديوهات أتوقع باقي حبة أو حبتين والباقي كلهم خلصوا. الغرف والغرفتين والثلاث غرف متوفرات بس بعد بكميات جدا محدودة. احنا تقدمنا لهم هالمرة في أبوظبي لان المرة اللي طافت كانوا بيونا ناس من الغربية وما لحقوا ومن العين، فاليوم موجودين حق الناس اللي حابين ان ياخذون الغرفة والغرفتين والثلاث غرف والاستديوهات خلال هاي الثلاث ايام باذن الله. بنت سيف، شو الشيء المميز عندكم؟ اللي يميز شو الجريبة منه؟ شو الشيء اللي الناس تتشجع انها تاخذ؟ أول شيء يشجع المشروع إنه مكانه وايد مميز قريب من دبي. الشغلة الثانية الأشياء الفاسيلتيز اللي موجودة. المرافق أول شيء اللي هو برايفت بيتش اللي هو شاطئ البحر خاص. هذا هني هذا الشاطئ البحر هذا خاص فيهم، ما حد يقدر يدخل إلا السكان حق بناية هاي حق هالبناية الأربع. عندهم سويمينج بول، حق البنايتين في سويمينج بول، في سبا، في ساونا، في جيم، في كل التفاصيل. عندهم مول هني صغير، هذا المول تابع لهم، بعد يقدرون انه يعني يكون شيء كل شيء قريب منهم. عندهم هالممر المائي، عندهم هني راح يكون في مارينا وفي مرسي فوت وفي وايد اشياء قريبه منهم، يعني مكان متكامل ما يحتاجون يطلعون برا الجزيره عشان يسوون شيء. سيف الحين هذا نحكي كل ما سمعنا نبى ابوي نرمس عن الاسعار، شعلوم هالأسعار. الأسعار وايد مناسبة. مثلاً. الاستديو تبدأ أسعاره من 368. نعم. والدفعات 20% قبل التسليم و 80% بعد التسليم. أول دفعة 5% فقط يعني 19,000 درهم، يعني شيء جداً بسيط بالنسبة للمشاريع العقارية. كأنك مبدل أربع تواير. 19,000 كأنك مبدل أربع تواير. صح. لا تبدل أربع تواير، خذ لك أبوي عقار ودفع أبوي الجيمة. والباقي ابويه من عسرك لين يسرك. الباجين اللي هم 80,000 يا انك يوم تستلم المشروع تدفعهم او حتى تمولهم على البنك، امورك طيبه. هو اهم شيء شو كم اللي مبلغ الاول باقي؟ 20%، 5% كل 3 شهور اللي هو 19,000. هذا للاستديوهات. ايوه الاستديوهات. بنت سيف انا استديو عندي وانت اللي عديتيهم اسعار الاستديوهات. انا هذا استديو، هذا مشاهد الحوض من داخل، بغيت البحر ترى ما عطيتيني. انزين نتكلم الحين عن الغرفه والصاله والغرفتين والصاله. الغرفه تبدا اسعارها من 534,000. نعم. الدفعات مثل ما نعرف هي 20% على اربع دفعات. نعم. 5 5 5. نعم. اول دفعه راح تكون 27,000. نعم. الدفعه اللي بعدها بعد شهر، الدفعه الثالثه في شهر 1 2020، واللي بعدها شهر 4 2020، 27,000 كل دفعة. وقت الاستلام؟ وقت الاستلام في بعضهم راح يستلمون شهر 6 2020، والبعض الآخر شهر 12 2020. ما شاء الله عليك. قالت حتى قبل ما أوصل ابن الساعة وايدين اللي كانوا موجودين من كمبانية وغير كمبانية من خارج الدولة من داخلها يوخذوا. حاولت الحين هذا الريال اللي هو المسؤول يعطيني اسم حد يكون انه ما عنده مانع اني يخبرني شيء، حد منهم المشاهير، شيء من المشاهير، ما بمارس السوشيال ميديا، ما سوشيال ميديا ما يخصني فيهم، انا يخصني في الناس المعروفه. اتكلم عن الناس يعني الاوليين يسمونهم المعول او الدارسين المثقفين اللي عندهم صيت وسمعه من دراسه، من اسم، من في مرايل، في علم، في خبر، في طب، في 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 اشياء مهمه، في سمعه طيبه، في سلاح، في دفاع، في جيش، في كل علم طيب وايدين خذوا. ممنوع ذكر الاسماء. حاولت ترشيت هذا المدير مال المبيعات، الدخيل والله قال يا ابو محمد ممنوع
من عنباتن، هاي من أسرار الشركة. نحن ما نطري لا حق زيد ولا حق عبيد، أنت هاك اليوم طريت عن عمرك أنت على هواك. نحن أبوي أنت الإنسان بيعلن عن عمر براي، نحن أبوي اللي ياخذ معدنا على هو روحه بيرمس يرمس، لكن عن طريق الإدارة نحن ما يخصنا. أنا أشوف أن الموقع وايد مميز، أنه يدخل بين دبي، بين ممزر دبي وممزر الشارجة، وبينك وبين هالعبرة هذه خورة واحدة داعبة، وهل بالغزول والألياخ واللي يحيدون عمارهم ما يصبرون عن السحكة وعن اسمك، يروم أبوي بالغزل. هذا غزل أبوي يشتش أبوي غزلين، أبو 500 يستوي 1000، هذا أبوي يشتش نهنيها يسكر هالخورة. ما شاء الله السمك اللي جاي من البر تبى من البحر تبى البر، تنشب أبوي كلها ودامك إلا قدام بيتك، ودامك من قدام بيتك، ما يحتاج يصير شرق ولا يحتاج يصير غرب. أقولك مزون، شو حين عن بالطرف التمليك؟ التمليك حر حق المواطنين والخليجيين والعرب، الأجانب تمليك 100 سنة. والخليجيين والمغير؟ العرب والمواطنين والخليجيين تمليك حر. شو يعني العرب؟ شو تقصدين العرب؟ العرب اللي هم الجنسيات المش خليجية العربية، يعني مثل الأردني والفلسطيني والسوري، كلهم هذين اللي مش خليجيين عرب أيضا لهم تمليك حر. تمليك ما بمئة سنة؟ لا الأجانب بس 100 سنة. هاي الحر يعني دب الحياة. أقول لك بنت سيف، يعني دب الحياة صح؟ دب الحياة. نزيل رمسينا عن هالصورة. طبعا هالصورة فيها الدكتور أبونا سلطان القاسمي الله يحفظه ويطول بعمره، آمين يا رب. الشارجة والشيخة بدور، طبعا الشيخة بدور هي اللي ماسكة شروق، لأن هذا المشروع مشروع إيجل هيلز بالتعاون مع شروق وسعادة محمد العبار طبعا. ونعم والله أبو راشد. وايضا ساعدت مروان السركال. شو عن البيع والمشترى؟ الواحد يقدر يبيع بس يدفع 30%، يعني الحين انتم دفعتوا 20% قبل الاستلام، نعم. تدفعوا 10% زياده وتقدرون تبيعون حق اي حد في اي وقت، في اي ظرف، اي شيء، حتى قبل ما تستلمون او حتى لو استلمتوا تبون تبيعونه تدفعون 30%. شكرا جزيلا. عفوا جزيلا. ودر عنك التليفون، خبرني شو اخذت. عفوا صالح يا ابو محمد، بالبركة بالبركة. الله يبارك فيك. مبروك. أكلمك عدنان. ودر شو تبات عدنان؟ زين أقول لك. أقول لك. قول لي شو الأخبار؟ خير الشهر أبو محمد. أنا الله يسلمك. منور ما شاء الله عليك. أنا الرجال هذا الله يبارك فيكم ما أعرفه. لا تطري اسم المطعم اللي كنا فيه. زين. جيت من أمس متريجة في مطعم هناك مميز للغاية في العين. أكيد أكيد ما يحتاج. أي والله. هو ويوم جيت هناك صورته. شو ردت الفعل؟ رأس ما عندك غالي تقول قصة. اللي ما لقيته من سنين. من خلال السوشيال ميديا اللي البسيطه هذه اللي عندك شفت سبحان الله. سبحان الله كان شيء جميل ولا لا؟ اكيد شيء جميل ما يحتاج ناهي خل انت لي اتصورك زين ولا بس اهم شيء اللي تخبرون اذا حد سالك شيء عني عد هلا هلا ما يهمكم ما شاء الله علي واحد شخصيه مؤدبه طيب واخلاقه زينه فنان بلا يعني شخص محترم انا اديت عنه على فكره تحريت به حلف يوم على الريوق حريت بي حلف اني انا يعني لا تدي انت علي واشهد اني انا اللي اديت والله لا حلف ولا شيء الحمد لله ما كان ما كل وايد هاك اليوم حريني امزح والله صد اقول لك والله تحريته هو اللي بيدي ما حلف قلت له ترى حلف على خفيف بيحلف على شيء يعني وجبه يا بنت الحلال في صارت صير بني ياسع في فندق باب البحر أبو ظبي الحبيبة عاصمة الخير الجماعة متواجدين جايين أبوية بشدهم وعدهم وعسكرهم وبسندهم وبندهم من دار لين ديرة من عاصمة الثقافة إلى عاصمة العز عاصمة المجد عاصمة الخير أبو ظبي الحبيبة كلهم أبوية جايين من الشاجة لين أبو ظبي مخصوص لجل عرض الوحدات اللي تشوفونها شيء منهم سار شيء منهم بعده وكل عاد على هوا نسبة اللي أنا اكتفيت أنا ما أخذ أبوي استديو عندهم وإن شاء الله أنه بتسوي مشاريع ثانية في مناطق ثانية وإني باخذ منها إن شاء الله لكن نسبة اللي أنا اللي خدت هاك اليوم اللي خبرتكم عنها الاستديو اللي مشاهد الحوض
بصير أنا أبو إبراهيم وضيف رافض التصوير. بنصير أبوي بنتمشى في وبنشرب كوفي في جاليريا لين الساعة 9:09 جي قاصر زايد وخلاص بنصير نتعشى في البطين. وين في البطين؟ العلم عند الله قرب المارينا هناك شرق غرب يعني. العلم عند الله وين، لكن والله هذا الاتفاق عليه ما ندري يعني شو راح يكون، لكن إن شاء الله الأمور طيبة. شكرا. مثل الحين اللي وياي مثلا يقول أبوي ترى أبو محمد أنا ما أريد تصوير، لكن جاد يوم يقول ما أريد تصوير، حد منهم يقول ما أريد تصوير لكن صورني بسوي عمري وإني ما طالع الكاميرا ومجفي يا غير صورني. يعني خبرتكم شو ينطلق عليه، ما بعد الزوني عليه أو يتمنى لو هن الراغبات أو يعني يستوي عدة مصطلحات يقال عنه. أقولكم على طاري العجفات ولا والشونقي وعكس الزلي هذا والصوت هذا كله أبوي ترى هب من زمان، هذا اللي أمس أنا روح لحقت عليه لاحج عليه قبل 30 و35 و27 سنة و35 سنة كله كان موجود شيء منه، حتى لين قبل 20 25 سنة. نعم روحي شايفينه نشوف العين وايدات لا بوحدة ولا بهنتين ولا بعشر عشرات اللي أنا لحقت عليهم، ويقولون لين الحين حد أبوي رواعي ضنج ورواعي عبري وحد في العين وحد في جدال في جيرة وحد أبوي بعد في من هالبضبي العلم عند الله، ولين اليوم يتعجفن لين اليوم لين بكرة. الهيان تعالي الهيان الهيان العام تعالي هاي مرحبا أبوي خطفه ما بصور كان بعيد بعيد عنك زاغة العرب زاغة مستوي خطر مستوي خطر حين كل حد تشوفك ويزاغة في الله يطول عمرك كيف حالك والله بخير كيف انت خير والله مليون مرحبا الله يطول شو جاي تسوي هالمكان والله يا ينطعم تمشى نتعشى ابو محمد هاي الساعه طيبه يوم لاقينا ساعتك الله يطول عمرك الرجال منو اللي هذا سلطان بالفار القبيسي والله مليون والنعم ما يبي يصور ما يبي يصور متروع لا خلينا منك وعمرك كيف الخاطر شوفك يا ابو محمد حضرك كم ساعه الله يطول عمرك بالسلام خليك الله يحفظك اقول لكم خنت عن سيره اني بتعشى في المارينا في البطيخ من عقب أبوي ما تمشينا في هالمول اللي ما شيء شرات مول في الدنيا العودة في هالمول اللي كأنك ياز تتمشى في قصر في هالمول اللي أبوك تحرى ما بأي قصر بعد قصر شداد بن عاد قصر أبوي من هالقصور قصور السلاطين قصور القصور الملكية نيت للرخام نيت للصناطوين نيت للممرات نيت ما بمسواي المول كتعال وتشرى لا سواي ومخدوم مش كتجارة لا تفكير لقايمين على الإنجاز هذا الجاليريا خدمته وترتيبه كأيقونة من أيقون من أيقونات مالات أبوظبي حدث غريب ينعناله ودك تتطمش وتتفرج المشي في الجاليريا مور تمشية وحدة والمدة 5 دقائق تحسسك كأنك تملك الدنيا وما فيها. جاليريا مول وايد مكان فخم الفخامة تخيل منه الجاليريا مول الفخامة روحها من تي قربة تخيل تغشى تستحي تقول يا عجايل الله أنا وين ساير الحين أنا ساير جاليريا تم مكانك يا الخيال هذا يقول حق جاليريا بتم مكاني ولا بحترج أخيل أظهر في كتير الجاليريا لأن مكان فوق عن الزين زين نعم شيء فخم ما استوى شراته في الدنيا العودة كلها مثل ما قلت لكم شفتوا الهرم شرات هرم من الهرمات هذا الجاليريا اللي موجود فيه كنت هي جزيرة الريم شيء عجبة من عجائب الدنيا السبع شيء جميل الرقي اللي في الكون كله فيه شيء مولات وكلهن إلهن كل الاحترام والتقدير الجاليريا مول جايينك شفتوا يوم جاب الحد ولا من تشوفه ابتسمت هي خفيف على الكبد شيء يفرح هو هذا الجاليريا مول جايينك شرات البريسم شفتوا شيء وزره جايينك حثات وزار حث اني لست
طعسك في ينبك وان صكك على وريشاتك ولان سحت ينبك. هذا ابوي غادي شرات الوزرين البريسم الاوليات عدول الوزرين البريسم عاد ادور على اللي لحق على الوزرين البريسم. لا حول ولا قوه. ماتوا ابوي اللي لحقوا على الوزرين البريسم. شو نسوي ابوي؟ ابهاتكم يعرفون تخبروهم. في هالمطعم المميز الفنان والصناطوين الغاويه في هالمكان الفنان على هالفيو اللي ما شي شرات فيو يعني مكان فنان مميز مع مخاوين شم الله يحفظهم ما شاء الله. والمكان ما يشلم العرب شيء طبيعي بدون تصوير يعني شو اسوي؟ ما بكل حد يوزر التصوير. ثانك يو. مرحبا مسهلا. هلا بك يا مرحبا منور خالدي. مرحبا. عاش من شافك يا ابو. المفروض انا ما اصور عدالك عشان اطلع عنك. اي والله انا ابو. قول ما شاء الله. هاي صفر انا عدالك. قول ما شاء الله. ايش حالك؟ الله يحفظك. طول عمرك. الحين التصوير حق منو هذا؟ حقك انت بس سيبه وطش لي اياه. لا وهذا اللي تبى تصوره؟ هذا حق امي. يعلى الله يحفظها. امي يعلى الله يبارك في حياته. رد السلام عليها وعلى خواته وخالاته وبناته وعمامها ويدوده وين يوتنا توكلهم. يطول عمرك. يحافظ عليها. جزاك الله خير. رد السلام. ولا من خالاتك ولا من عماتك ولا من يدانك. طول عمرك والله. الله ييسر. ما عليك عاد من العدال وما عليك من كلهم كلهم كل الناس كلها خير بركه. علي الحرام 80% من هالبلاد يحبونك. يعني يفداهم. انا بعد اموت فيهم. يطول عمرك. ييسر امورك. مرحبا ومسهلا. الله يحفظك. سلام عليك. تعال عاد. عليك السلام. انت منو عاد الحين؟ عيسى البناء وياكم الشرجه. يا ربي والله مليون مرحبا بعيسى. شحالك الله يحفظك. الله يسلمك. هل وياك منو؟ هذا دانييل. دانييل هاو ار يو؟ You're from Canada? I am. I've been to your country. Oh yeah? Wallah, long time ago. Where did you five years ago. You went to Toronto? Toronto. Oh, okay, hey, nice. Wallah. Nice. You have very good place. Yeah. Very clean, very everything is very good. A little bit cold sometimes. It not sometimes, all the time. ايش حالك يا عيسى؟ كيف انت؟ تصور بس ان شاء الله. يلا اشعلي.